إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلِّ اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع برنامجكم خطباء المستقبل، وهذه حلقة جديدة ومعنا فيها بفضل من الله تبارك وتعالى ثلاثة من النماذج ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الواحد منهم يستطيع بجدارة واقتدار أن يرتقي المنبر ويقف خطيبا مفوها، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم وفي بداية هذه الحلقة نتعرف على أبنائنا الصغار. معنا إن شاء الله ولأول مرة النموذج الأول عبد الرحمن نبيل. أهلا وسهلا ومرحبا بك عبد الرحمن. أهلا وسهلا ومنور يا حبيبي. الله يبارك فيك. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وأما النموذج الثاني واللي دائما متألق، ربنا يبارك فيه رب ويحفظه، وما شاء الله يعني شرفنا كتير في الحلقات ويدرسون تحت أيدينا بفضل الله تبارك وتعالى كل العلوم الشرعية بما يتمشى مع أعمارهم وسنهم، فهو الابن عمر عبد الله عقل. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا عمر. أهلا وسهلا يا شيخ. عمر عبد الله إيه؟ عقل. عقل ولا مخ؟ عقل. ربنا يبارك فيك يا رب ويعني يثبت عقلك على الإيمان وعلى الحق وقلبك كذلك إن شاء الله. الله يخليك. وأما النموذج الثالث من أبنائنا خطباء المستقبل وبرضو من المفوهين والمميزين والمتميزين ما شاء الله، الابن أحمد مصطفى. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أحمد. أهلا وسهلا بك. أحمد إيه؟ أحمد مصطفى. مصطفى مش كده؟ لغة دمياط كده. ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وجوه يعني تتلألأ نورا وإشراقا، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم على الحق الذي يرضيه وأن يجعلهم دائما أبدا زخرا للإسلام وللمسلمين. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم نتحاور معهم ونسألهم إن شاء الله رب العالمين فيما تعلموه تحت أيدينا بفضل الله جل وعلا. نبدأ بسؤال كده ومن يجاوب عليه إن شاء الله، اللي هو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من يستطيع الإجابة على هذا؟ تفضل يا أحمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. ما هي صفة الصلاة؟ أن تقف متجها للقبلة مستحضرا النية في قلبك، محددا الصلاة التي تصليها دون تلفظ باللسان، ثم ترفع يدك بمحاذاة أذنيك وتقول الله أكبر، وهذه تكبيرة الإحرام، ثم تضع يدك اليمنى على يدك اليسرى، ثم تبدأ صلاتك بحمد الله والتثنية عليه، ثم تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم، ثم تقول الله أكبر وتنزل راكعا، ثم تقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، ثم تقف من الركوع وتقول سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم تقول الله أكبر وتنزل ساجدا وتقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، ثم تقول الله أكبر وتقعد من السجود وتقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، ثم تقول الله أكبر وتسجد ثانية وتقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات. فإذا فعلت ذلك فقد أكملت الركعة الأولى، وتفعل ذلك أيضا في الركعة الثانية حتى تأتي التشهد وتقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم تقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، وهكذا تكون انتهيت من صلاتك، ولله الحمد والمنة،
وهذا والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحسنت يا أحمد، ربنا يبارك فيك يا رب. وفيك يا شيخ. لكن هل تصلي هذه الصلاة التي وصفتها أم دب دب نقر غراب وإخلاص؟ إن شاء الله بصليش. تصلي كما شرحت وأوضحت إن شاء الله. إن شاء الله. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم يا رب صالح الأعمال، وأن يبارك في أبنائنا خطباء المستقبل، وأن يجعلهم منارة للإسلام وللمسلمين، اللهم أمين. سؤال آخر، أركان الصلاة، من منكم يستطيع الجواب على هذا السؤال؟ عمر عبد الله تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، إن للصلاة أركان إذا ترك منها شيء سواء كان عمدا أو سهوا بطلت الصلاة أو بطلت الركعة التي تركها منها. والأركان هي: أولا القيام، وذلك في صلاة الفريضة دون التطوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ثانيا تكبيرة الإحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير، وصفتها الله أكبر. ثالثا قراءة الفاتحة في كل ركعة، لحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. رابعا الركوع في كل ركعة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. خامسا الرفع من الركوع حتى تطمئن واقفا، لأمره وفعله صلى الله عليه وسلم. سادسا السجود في كل ركعة، وهو أعظم الأركان، وهو وضع الجبهة على الأرض، ويكون على الأعضاء السبعة في كل ركعة مرتين، وهم الجبهة واليدان والركبتان وأطراف القدمين. سابعا الجلسة بين السجدتين، لفعله صلى الله عليه وسلم إذا رفع من السجود ولم يسجد حتى يستوي قاعدا. ثامنا الطمأنينة، وذلك في كل أحواله في الصلاة، وقد تواترت الأدلة على أن من لم يطمئن في صلاته لا يكون مصليا ويؤمر بإعادتها. تاسعا التشهد الأخير، لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. عاشرا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير بأن يقول: اللهم صل على محمد. 11 الترتيب بين الأركان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة. 12 وأخيرا التسليم، لقوله صلى الله عليه وسلم: وختامها التسليم. فالتسليم شرع للتحلل من الصلاة، فهو ختامها وعلامة انتهائها. هذا ما أعلم، والله تعالى أعلى وأعلم. أحسنت يا عمر، ربنا يبارك فيك يا ابني يا رب، ويحفظك ويثبتك على الحق الذي يرضيه. إذا كان عمر قد أوضح لنا أركان الصلاة، 11 ركن مش كده؟ 12 ركن، ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك. وإذا كان أحمد يعني شرح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن بما يعني يناسب عقله أو يعني ما استوعبه من خلال ما درسه إن شاء الله، فيبقى بقي سؤال اللي هو شروط صحة الصلاة، واللي هيجاوب عليه الابن عبد الرحمن. لكن قبل ما يجاوب ناخد الاتصال ده إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ عبد الوهاب؟ حياكم الله وبياكم. إزاي حضرتك ومرحبا بأئمة المنابر. ربنا يبارك فيك يا مصطفى يا رب ويحفظك. ربنا يبارك فيك. تسمح لي أشارك بتلاوة؟ اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء
من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. بارك الله فيك يا مصطفى. طيب مشاهدي الأكارم، بنسأل ابننا عبد الرحمن نبيل عن شروط صحة الصلاة، فهل تستطيع الإجابة على هذا السؤال؟ إن شاء الله. تفضل يا حبيبي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فللصلاة شروط لا تصح إلا بها، وهي أولا الوضوء، ثانيا طهارة الثوب والبدن والمكان الذي تصلي فيه، ثالثا ستر العورة، فلا يصح أن يصلي المسلم عاريا أو أن تظهر عورته وهو في الصلاة، وعورة الرجل ما بين سرته وركبته، والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة. رابعا استقبال القبلة، وهو أن تتوجه بوجهك ناحية القبلة وهي الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. فإذا توفرت هذه الشروط وتهيأت للصلاة فعليك أن تؤديها كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما أعلم، والله تعالى أعلى وأعلم. أحسنت يا عبد الرحمن، ربنا يبارك فيك يا ابني يا رب ويحفظك ويثبتك كده على الحق الذي يرضيه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلك داعية إن شاء الله إلى الله لتدل الناس على الحق بحق. آمين. آمين. أنت وأبنائنا كلهم خطباء المستقبل وأبناء المسلمين، اللهم آمين. مشاهدي الأكارم، أغلى شيء في الدنيا ابنك، مش كده؟ تعبك وكفاحك وكدك علشان عيالك، فهل بتقعد مع ابنك في البيت وتعامله بنفس ما تعامل الآخرين خارج البيت؟ ده سؤال جاوب نفسك عليه. يعني بتعامله بذوق وأدب واحترام ولا بازدراء وكأن انت يعني بتنتقم منه؟ ما هو في أباء كده مع الأسف الشديد، وأقول لكم قصة والله من واقع الحياة لأحد أبنائنا خطباء المستقبل، لكن بعد ما ناخد الاتصال ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انقطع الاتصال. طيب بقول لحضراتكم، ابن من أبنائنا خطباء المستقبل ربنا يبارك فيه، ومميز ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني لن أذكر يعني اسمه إيه ولا بلده إيه، ولكن إن شاء الله رب العالمين الولد مميز ومتميز، لكن مع الأسف الشديد أبوه رغم أنه يعني ملتحي وظاهره بيقول أنه على الالتزام، نسأل الله السلامة والهداية يا رب، إلا أنه بيعامل الأبناء بقسوة شديدة جدا، لدرجة لو أن أحد الناس أخبر الأب بأن الابن في المسجد رغم صغر الابن يعني حاجة ما فيش في المسجد يعني بيضحك أو يعني يجري في المسجد مع الأولاد الصغيرين، ما فيش فيها مشكلة، ما احنا بنخليهم برضو يقولوا أداب دخول المسجد، لكن فيها إيه أن الولد يبتسم أو يجري مع يعني أحد زملائي أو رفقائي؟ ما هم برضو كلهم ما شاء الله ولادنا وبندعي لهم ربنا يبارك فيهم يا رب، إلا إن الأب مجرد ما يخبر بذلك أهو ده أمر بسيط، بسيط جدا جدا جدا، يا ويل الولد الصغير ابنه، يقول له أنت عملت كده في المسجد؟ الولد ينكسف ويقول له مش هعمل كده تاني. طب وفيها إيه؟ طب ما تعلمه بأدب، ولا وراعي ان ده في يعني في سن بسيط جدا، له الحق انه يعني يجري ويتحرك ويتكلم.
ولكن برضو بأدب، بشرط ما يسبش ولا يقول ألفاظ يعني تخدش الحياة أو تجرح أو كده أو بتاع، لكن وعرفه، عرفه أنه مش ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إنما شوف الانتقام من الولد في صورة إيه؟ أقسم بالله الولد جاءني في يوم من الأيام وشه يعني آثار الضرب على وجه الولد من أبيه، والولد بيقول إيد أبويا تقيلة قوي، ضرب على وجهي وركل بالقدم لدرجة أن فيه كسور وجروح وخدوش في إيديه وفي رجلي. علشان إيه يا ابني؟ علشان واحد قال له أن أنا كنت بتكلم مع زميلي في المسجد أو بضحك، لا حول ولا قوة إلا بالله. طب ديت على جنب. الأمر الثاني بقى، أنت ولد مش حافظ القرآن؟ يقول له آه. طب سمع كل يوم ثلاث أجزاء وانت واقف. هو إيه ده؟ هو انتقام؟ آه وانت واقف. ولو غلطت أكتر من ثلاث أخطاء في الثلاث أجزاء، يعني كل جزء بغلطة، والغلطة بتبقى إيه؟ يا ضبط يا تشكيل يا يعني وقفة سكتة كده، يعني مش أخطاء خالص، يعني لو لجنة اختبار مش لن تعدها أخطاء أبدا، إلا إن الأب يسيب اللي في إيده ده كله ويمسك الولد ويعلقه. أو الله، والله لا أكون مبالغ، أسأل الله تبارك وتعالى إنه يهدي قلبه ويتوب عليه، ده ربنا أعطاه نعمة ومش قادر يحافظ عليها، نسأل الله السلامة والعافية يا رب، ويعلقه في السقف. ولو أمه تدخلت وقالت له حرام عليك وبلاش كده، يبقى يومها يوم ومش هتبات هنا النهاردة. هو إيه ده؟ إيه القسوة دي؟ حرام عليك، بتعمل إيه؟ نسأل الله السلامة والعافية. وآه بقى لو إن جد الولد نادى عليه في يوم وقال له خد هات معسل، آه مش عارفين معسل يبقى إيه، باللهجة المصرية اللي هم بيتعاطوا الشيشة، آه والولد قال لا لا يجوز حرام يا جده، يقول له حرام، وألفاظ بقى يعني أجارك الله وما أنزل الله بها من سلطان. ولو أخبر الجد الأب، طب أنت راجل ملتزم، طب ما تقول له أيوة صح كده، الولد ما يجيبش حاجة زي دي، أنت أبويا صح وعلى دماغي ومن فوق ولو ابني وأنا في خدمتك ليل نهار، لكن مش في معصية الله. إلا إن الولد سبحان الله يقول أبويا حتى كنت نايم، بيقول كنت نايم في الفراش وفي ليالي الشتاء البارد القارس ده، مش يصحيه بس من النوم كده ويقول له اصحى يا ابني انت عملت كده ليه، او استنى للصبح للصبح، اه لا، يمسك الولد وهو نايم على الفراش بيديه، الولد يعني يتخض وكأن يعني صاعقة نزلت عليه من السماء، وابوه يكلمه وهو نايم ويوقظه ويقول له ايه، ازاي ما تسمعش كلام جدك، ليه ما تروحش تجيب له اللي هو عاوزه، هو انتوا كده اهو، ويرفع ايده ويعطي الولد على وجهه ويقول له طب نام بقى، والصبح بقى ما تعرفش ايه اللي هيجرى لك، ده ان نام يعني هي دي التربيه، قسوه انتقام، ده انت تحمد ربنا وتشكر فضله، غيرك حرم من نعمه الولد وظل سنوات يتضرع الى الله ان يرزقه الولد ويخاف عليه من الهوى الطاير، بس بشرط أنه يغرس فيه مبادئ وقيم الإسلام علشان يكون الولد نعمة ولن يكون نقمة إن شاء الله. ليه كده؟ ربنا أعطاك نعمة حافظ عليها، والولد حافظ القرآن، ده ممكن يكون وقاية لك من النار، غير مصيرك وصلح نفسك. اشمعنا يا أخي برة وخارج بيتك بتعامل الناس برئ أو أدب واحترام وابتسامة وكلام ويعني إنفاق ومفيش بخل وبذل وعطاء، وعيالك محرومين من كل ذلك؟ أسأل الله أنه يهديك ويهدي قلبك إن كان عندك قلب، آمين يا رب العالمين. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم نسمع أبنائنا خطبائنا خطباء المستقبل من خلال شاشة قناة الرحمة الفضائية الطاهرة المباركة، ونشوف النموذج الأول أحمد مصطفى يكلمنا بعنوان جميل قوي اسمه امشي ولا تلتفت، ليس كذلك؟ نعم. طب امشي وتفضل ولا تلتفت، تفضل. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه إلى يوم لقائه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد،
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. فقال عمر رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. قال فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأعطاه إياها وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت وصرخ وقال يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. أخي الحبيب، تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم امش ولا تلتفت، فما أحوجنا أبناء الصحوة اليوم إلى إدراك هذا المعنى والذي يؤخذ منه الانتباه إلى الأهداف العظيمة والسعي لتحقيقها والحذر من كيد الأعداء وحرصهم على إبعادنا عن سلوك السبيل المؤدية إلى تحقيق الأهداف. فتمر بنا الأيام ولا نصل إلى شيء ويحققونهم كل شيء حتى يفتح الله عليك. إن الدعوة التي بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في بطن مكة لم تكن لبناء وطن صغير، بل كانت إنشاء جديدا لأجيال وأمم تتوارث الحق وتتدفع به في رحاب المعمورة. قال صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوالي منها. فتعبير الناس لله عز وجل مهمة العلماء والدعاة الربانيين. فالعلماء مثلا هم الذين يقيسون الأمور ويضبطونها بالضوابط الشرعية ويدلوننا على مواطن الخيرات. فإذا التفت الداعية وتشتت عن هدفه وانخرط في الأحداث فالتذلك في عضله، وما تأخر من تأخر إلا لهذا الالتفات. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن فمهمة الداعية واضحة، ومن أبرز أمثلتها ربعي بن عامر في حديثه مع رستم إذ قال إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. عباد الله، لقد قتل الملك الظالم الراهب العابد وحزن الغلام، ومع ذلك استمر الغلام في دعوته، وقتل جليس الملك واستمر الغلام في دعوته، وتعرض الغلام للقتل مرات ثلاث وهو مستمر في دعوته حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وقد آمنت البلدة بأسرها. ووضع الخليل إبراهيم عليه السلام زوجه هاجر وابنه إسماعيل في واد لا زرع فيه ولا أنيس، فقالت له هاجر يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي لا زرع فيه ولا أنيس؟ فلم يلتفت لها ولم يرد عليها حتى قالت له الله الذي أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا ليضيعنا. الله الذي أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا ليضيعنا. إن إبراهيم عليه السلام ينشغل بأمر ربه، هو صاحب القلب الذي ينبض والمشاعر التي تتأثر فيتوارى عنهما حيث لا تراه هاجر داعيا لهما. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. عباد الله، لقد سجد الحبيب صلى الله عليه وسلم في بطن مكة وألقى عليه الشقي سل الجزور وصناديد قريش يضحكون، وظل الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا لا يرفع رأسه
فلما أراد أن يرفع رأسه قال اللهم عليك اللهم عليك بقريش. فلما انصرف عن صلاته دعا على قريش فلا تحركه الأحداث ولا توجهه، وإنما يتحرك عندما تكون الحركة هي طاعة الوقت. عباد الله، يجب علينا أن ننشغل بتعليم الناس وتربيتهم وإرشادهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ولنتذكر قول الله سبحانه وتعالى لنبيه لوط: ولا يلتفت منكم أحد وامضوا وامضوا حيث تؤمرون. ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. أيها الموحدون، إن الطحالب لائمة لا توقف السفن الماخرة. سنتفاعل مع الأحداث ونتألم لمصاب المسلمين في كل مكان، في مصر وفي سوريا وفي فلسطين وفي غزة وفي كل بلد من بلاد المسلمين المستضعفين. ويجب علينا أيضا في هذه الظروف أن نلم الشمل ونجمع الكلمة ونلتقي حول هدف واحد، ألا هو إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. ويجب علينا أيضا يا عباد الله ألا تكون الخلافات الفكرية والعقلية مدعاة للتحزب والشقاق والصراع. ويجب علينا أيضا ألا تكون هذه الخلافات حائلا أمام ارتباط القلوب. فلقد اختلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور، ومع ذلك لم تتفرق على الأخلاق وحدتهم. فلماذا لا نقتدي بهم؟ فلماذا لا نقتدي بهم؟ عباد الله، يجب علينا أن نتذكر قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا ذا الجلال والعزة انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم يا ذا الجلال والعزة انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم يا ذا الجلال والعزة انصر إخواننا المستضعفين في غزة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنت يا أحمد، ربنا يبارك فيك يا ابني يا رب، ويحفظك ويثبتك كده على الحق، ويجعلك ذخر للإسلام وللمسلمين. اللهم أمين. ما شاء الله، امشي ولا تلتفت، هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يربي أبناءنا على الحق الذي يرضيه، وأن يحفظهم بحفظه، وأن يرعاهم برعايته، وأن يسدد على ضرب الهدى خطاهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مشاهدي الإكثار، وعن الحاكم العادل في الإسلام، الحاكم العادل في الإسلام، يحدثنا الابن عمر عبد الله عقل، تستطيع إن شاء الله؟ إن شاء الله. الحاكم العادل في الإسلام، اتفضل. الحمد لله القوي المتين، القاهر الظاهر الملك الحق المبين، لا يخفى على سمعه خفي الأنين، ولا يعزب عن بصره حركات الجنين، ذل لكبريائه جبابرة السلاطين، وقضى القضاء بحكمته وهو أحكم الحاكمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن حديثي وحضراتكم اليوم بإذن الله تعالى تحت عنوان الحاكم العادل في الإسلام. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم إمام عادل. فالحاكم والإمام العادل في الإسلام لا بد وأن تتوافر فيه بعض الشروط والمواصفات، وإن من أهم هذه الشروط والمواصفات التي يجب أن تكون في الحاكم العادل في الإسلام قبول النصيحة من الآخرين.
فلقد روى مسلم من حديث تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالمقصود بأئمة المسلمين هم الأمراء والرؤساء والحكام، وكل من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين. وخير مثال على ذلك في سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، عندما تولى الخلافة قام فأرسل إلى سالم بن عبد الله ومحمد بن كعب القرظي ورجاء بن حيوة وقال لهم: أشيروا علي فيما ابتلاني الله به. فقال له سالم بن عبد الله: إذا أردت النجاة غدا من عذاب الله يا أمير المؤمنين فوقر كبير المسلمين واجعله لك أبا، وتحنن على صغير المسلمين واجعله لك ولدا، وأكرم أوسط المسلمين واجعله لك أخا. وقال محمد بن كعب القرظي: إذا أردت النجاة غدا من عذاب الله يا أمير المؤمنين فصم عن الدنيا وأفطر على الموت. وقال رجاء بن حيوة: إذا أردت النجاة غدا من عذاب الله يا أمير المؤمنين فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك، واكره لهم ما تكرهه لنفسك، ثم مت إذا شئت. وإن من أهم الشروط التي يجب أن تكون في الحاكم العادل هو تطبيق شرع الله عز وجل، والقيام بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فبشرع الله عز وجل لن نضل أبدا، وسنصل ببلدنا إلى بر الأمن والأمان بإذن الله جل وعلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فلماذا لا نذهب لمنهج خالق الإنسان لنعلم ما يسعده وما يشقيه؟ قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فبشرع الله عز وجل لن نضل أبدا، وستنتهي هذه العادات السيئة المنتشرة في المجتمع من أشياء حرمها الله عز وجل. وإن من أهم الشروط التي يجب أن تكون في الحاكم أن يقوم بالعدل بين الرعية. قال تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ويجب عليه أن يجتنب البغي والظلم، فإن ذنبهما عظيم وإثمهما وخيم. ولقد حذر الله عز وجل الظالمين، حتى أن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين الناس. ففي حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا في الحديث القدسي الجليل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وانظر أخي في الله إلى كيفية أخذ الله عز وجل للظالمين. قال عز من قائل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالحاكم العادل الفطن الزكي هو الذي يحذر من الظلم ويحذر أيضا من المظلومين. فها هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يرسل معاذا رضي الله عنه حاكما على اليمن، قال له: يا معاذ، اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب.
وقد صدق من قال: لا تظلمن إلى ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. وقيل أيضا: واحذر من المظلوم سهما صائبا، واعلم بأن دعاءه لا يحجب. وإن من أروع الأمثلة في العدل الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال فيه القائل: حكمت فعدلت، فأمنت فنمت يا عمر. وإن من أهم الشروط التي يجب أن تتوافر في الحاكم العادل أن يخشى الله عز وجل في الناس، ولا يخشى الناس في الله. قال تعالى: فلا تخشوهم واخشون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. وإن من الشروط التي يجب أن تتوافر في الحاكم العادل أن يأخذ الحق من نفسه أولاً ومن أقرب الأقربين إليه قبل أن يأخذه من غيره، فها هو أعدل حاكم في الكون، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. والحاكم العادل في الإسلام هو الذي يحافظ على مال رعيته. ولقد ضرب لنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه أروع الأمثلة في هذا، فكان إذا انشغل في أمر من أمور المسلمين أوقد شمعة من بيت مال المسلمين، وإذا انشغل في أمر من أموره الشخصية أوقد شمعة من ماله الخاص. والحاكم العادل في الإسلام يعلم أن سعادة الدنيا الحقيقية في طلب حب الله ورضاه، وأن الله أحق أن نخشاه، ويعلم أن الآخرة هي الباقية، أما الدنيا فهي رحلة قصيرة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت نيته طلب الآخرة جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت نيته طلب الدنيا جعل الله عز وجل الفقر بين عينيه، وشتت عليه أمره، ولا يأتيه منها إلا ما كتب له. ونأتي أيها الأحبة الكرام إلى الأمر المهم، وهو أنه يجب على الحاكم العادل في الإسلام أن يتخذ البطانة الصالحة التي تنصحه وتقومه وتدله على الخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أمير إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالخير وبطانة تأمره بالشر، والمعصوم من عصمه الله. ويجب على الحاكم العادل أن يعلم أنه لا ملجأ ولا فرار من الله عز وجل إلا إليه، فليتق الله عز وجل في الرعية، وليجعل كلمة الله عز وجل بين عينيه، وأن يتق الله عز وجل فينا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتم على بلدنا مصر أمنها وأمانها. آمين. اللهم أتم على بلدنا مصر أمنها وأمانها. آمين. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا. آمين. سخاء رخاء. آمين. وسائر بلاد المسلمين. آمين. اللهم ول أمورنا خيارنا. آمين. ولا تول أمورنا شرارنا. آمين. هذا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنت أحسنت، ربنا يبارك فيك ما شاء الله. إيه الحلاوة دي يا عمر؟ ربنا يحفظك. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. مشاهدي الأكارم، اللي حضراتكم مش واخدين بالكم منه إن أولادنا خطباء على المنابر في الجمع بفضل الله تبارك وتعالى، ننظم لهم جدولا ويرتقون المنابر بفضل الله جل وعلا، لكن بأدب وتواضع وانكسار لله تبارك وتعالى. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبهم على الحق الذي يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأما عن أرض سوريا فهي أرض مباركة، أرض طيبة، فمن يستطيع منكم أن يوضح هذا الأمر للمشاهدين؟
شاء الله. عبد الرحمن نبيل اتفضل. الحمد لله الذي أنزل الكتاب قيما بالاعوجاج وجعله عصمة لمن تمسك به واعتمد عليه بالاحتجاج. وصل اللهم على محمد الذي مزق الله ظلام الشرك بما معه من السراج، وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا أهل الشرك وباينوهم من غير امتزاج. أما بعد، فأرض سوريا أرض مباركة باركها الله تعالى في كتابه وعلى لسان نبيه، فقال تعالى حكاية عن إبراهيم: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. فهي مهاجر إبراهيم، وهي أرض الشام. وقال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وهي أرض الشام ومصر. وقال تعالى: وإذ قال موسى لقومه ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. والأرض المقدسة هي الأرض المطهرة، وهي أرض الشام. وقال تعالى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، وهي أيضا أرض الشام. وآيات أخرى تدل على أن أرض الشام أرض مباركة. كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأفضلية أرض الشام، فقال صلى الله عليه وسلم: يا طوبى للشام، يا طوبى للشام، يا طوبى للشام. قالوا: يا رسول الله، وبما ذاك؟ قال: تلك ملائكة الله باسط أجنحتها على الشام. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالشام، فإنها صفوة بلاد الله يسكنها خيرته من خلقه، فمن أبى فليلحق بيمنه وليسق من غدره، فإن الله تكفل لي بالشام وأهله. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي عمودا أبيض تحمله الملائكة، فقلت: ما تحملون؟ قالوا: عمود الإسلام، أمرنا أن نضعه بالشام. وبين أنا نائم رأيت عمود الكتاب اختلص من تحت رأسي، فأتبعته بصري فإذا هو نور ساطع بين يدي حتى وضع بالشام. يا شام، أين هما عينا معاوية؟ وأين من زاحموا بالمنكب الشهبا؟ فقبر خالد في حمص نلامسه، فيرجف القبر من زواره غضبا. فرب حي تراب القبر مسكنه، ورب ميت على أقدامه انتصبا. يا ابن الوليد، ألا سيف نؤجره؟ فكل أسيافنا قد أصبحت خشبا. سقوا فلسطين أحلاما ملونة، وأودعوها سخيف القول والخطبا. وطالعوا كتب التاريخ واقتنعوا، متى البنادق كانت تسكن الكتبا. يا من يعاتب مذبوحا على دمه، ونزف شريانه ما أسهل العتبا. من جرب الكي لا ينسى مواجعه، ومن رأى السم لا يشقى كمن شرب. هذا والله أعلى وأعلم. أحسنت أحسنت، ربنا يبارك فيك يا عبد الرحمن يا رب، وفيك ويحفظك ما شاء الله. آمين يا رب. إذا كانت أرض سوريا أرض مباركة، فماذا يحدث على أرض سوريا؟ نعم، فضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. ففي أرض سوريا يقوم السفاح النصيري العلوي بشار الكبش بسفك دماء إخواننا في أرض سوريا من أهل السنة، وتهجيرهم من بلادهم، هذا الحاقد على الإسلام والمسلمين. والنصيرية فرقة كفرها أهل السنة جميعا، لأنهم لا يعبدون الله، ولا يصلون صلاتنا، ولا يتعبدون بقرآننا.
هذا المجرم يقوم بقتل المسلمين لا يرقب فيهم إلا ولا ذمة. وقد قال الله تعالى في من يقتل المؤمنين متوعدا له بالعقاب الأليم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقد حرم الله دماء المسلمين، فهي أشد حرمة من الكعبة التي هي قبلة المسلمين. فقد وقف عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أمام الكعبة فقال لها: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمسلم أعظم حرمة عند الله منك. فهذا يقوم بقتل المسلمين ونحن لا حس لنا ولا خبر. وقد هانت دماء المسلمين في كل أرض لما ضيعنا ديننا وهجرنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله سيسلط علينا الذل إذا فرطنا في أوامره وارتكبنا نواهيه، ولن يرفع عنا الذل إلا بالرجوع إلى ديننا. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، أي تحايلتم على الربا، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا لدينكم. فقد حرم الله دماء المسلمين، فهي أشد حرمة من الكعبة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. هذا والله تعالى أعلى وعلى. أحسنت أحسنت، ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك ما شاء الله. إذا كان هذا ما يحدث على أرض سوريا من قتل وسفك دماء وهتك أعراض، فما واجبنا نحو سوريا؟ تستطيع إن شاء الله أن توضح هذا الأمر؟ إن شاء الله. تفضل يا عبد الرحمن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد ذلك كله يجب علينا نحو سوريا أمور. أولها الدعاء، فهو أقوى سلاح وأنجح وسيلة، فسهام الليل لا تخطئ أبدا. فيجب عليك أن تتضرع إلى الله بالدعاء وأن تلح عليه بالإجابة لعله أن يتقبل منك. فقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فالدعاء الدعاء لإخوانكم أن ينجيهم الله من الظالمين وأن ينصرهم على المفسدين، إنه نعم المولى ونعم النصير. أما الأمر الثاني الذي يجب عليك أن تقدم لهم المعونات المادية من طعام وشراب وكسوة وإيواء ودواء متى استطعت. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أما الأمر الثالث الذي يجب عليك أن تعلم أنهم منك وأنك منهم، وأنهم يشتركون معك في أقوى رابطة عرفتها البشرية، ألا وهي رابطة الإسلام، رابطة لا إله إلا الله. والإسلام لا يعرف الحدود الجغرافية، فكل مسلم على وجه الأرض همه همي
ومشكلته مشكلتي، يفرحني ما يفرحه ويحزنني ما يحزنه. أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. فالرابطة التي تربطنا هي رابطة لا إله إلا الله، يجب أن نتربى عليها وأن نربي عليها إخواننا وأبناءنا، حتى لا يأتي اليوم الذي نقول فيه أكلت يوم أكل الثور الأبيض. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنت يا عبد الرحمن، ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك ويثبتك على الحق الذي يرضيه. يبقى واجبنا نحو سوريا مرة أخرى الدعاء لهم. نعم. ونمدهم بالمال والدواء والكساء. أحسنت. نعم. ثم بعد ذلك أن نعلم أنهم منا وأننا منهم، فهم منا في الإسلام ونحن منهم. نعم. وهم إخواننا في الدين في الإسلام. نعم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبهم على الحق الذي يرضيه. آمين. وأن يهلك بشار اللعين. آمين. وأن ينصر الإسلام والمسلمين. آمين. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في جميع أبناء المسلمين. آمين. وأن يجعل مصر بلدنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. آمين. وأن يولي علينا بقدرته سبحانه وتعالى من يصلح ويصلح. آمين. إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين. مشاهدي الأكارم، إلى أن ألقاكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل، أترككم في رعاية الله وأمنه، وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاهد خطباء المصطفى.